مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج السادسه. اسبوع جديد والاهلي النهارده كان بيتمرن طبعا علشان مباراه الاتحاد يوم الاثنين ان شاء الله في الدوري. مباراه مهمه والاتحاد عامل فريق كبير كلنا في ظهر فريقنا، ودايما بقول انه المباريات الاولى في الدوري او في بدايه الدوري بتبقى مهمه جدا وبتسهل بعد كده المشوار، وان شاء الله يكون اللقب لينا. لسه موسم جديد من اوله، يعني كانت طبعا اول مباراه في افريقيا كانت من يومين مباراه ساني داب، وقدر الاهلي ان هو يفوز بهدف نظيف لديانج، وبرغم من صعوبه الاجواء الحقيقه، يعني صعوبه الملعب اللي كان بيتلعب عليه المباراه مش ملعب كوره تقريبا، ومع ذلك الاهلي الحقيقه كان بيأدي اداء كويس وقدرنا ان احنا نفوز. ودايما بشوف انه فكره الصعوبات دي اللي بتواجه الفرق في البطوله الافريقيه بتزيد من اهميه وقيمه الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، يعني غير الصعوبات او التحديات اللي الفريق بيواجهها في المباراه نفسها بيبقى في دايما تحديات ثانيه ليها علاقه بدرجه الحراره، بالملعب زي ما شفنا، بالاجواء بشكل عام، وكمان طبعا كورونا، يعني ظروف كورونا اللي جايه على الكوره بشكل عام او على الرياضه وعلى العالم كله. يعني احنا شفنا رغم الغيابات الكتير اللي كانت في صفوف النادي الاهلي وفي لعيبه من القوام الاساسي طبعا للفريق زي قفشه، زي طبعا السولية، وطبعا كتير من اللعيبه وعلى راسهم كمان المدير الفني بيتسو موسيماني، والا ان الاهلي كان مأدي بشكل كويس قوي، وده دليل كبير وقوي على ان النادي الاهلي وحده متكامله. احنا بنتكلم على ان احنا ما حسناش بالغيابات دي في ارض الملعب، وده طبعا ما يقلش ابدا من اهميه اللعيبه اللي كانت غايبه بداعي كورونا او اصابات ثانيه. يعني احنا بنتكلم على انه الاهلي وحده، بمعنى انه لو حد غاب او عنصر مهم غاب مهما كانت اهميته دايما البديل بيكون بيأدي بنفس الاداء، بيدي اقصى ما عنده، وده اللي شفناه من اللعيبه في الملعب. شفنا لعيبه النادي الاهلي في المباراه الحقيقه بتدي افضل ما عندها، واللعيبه عايزه تعمل حاجه من بدايه المشوار. ما عندناش حاجه اسمها اصلها مباراه سهله نظريا او بدايه افريقيا او ده بطل النايجر او لا، ما فيش الكلام ده. في احترام للخصم طول الوقت مهما كان مين الخصم ده، مهما كان فريق كبير قوي في افريقيا ولا مش كبير قوي، كل ده الحقيقه بيزيد من قيمه النادي الاهلي اللي دايما بيبقى دارس الخصم او المنافس كويس قوي. والحمد لله ان احنا قدرنا نحقق النجاحات دي على مستوى السنين اللي فاتت دي كلها والإنجازات دي، لأن ده بيدل على أن قيمة النادي الأهلي قيمة كبيرة وأنه دايما بيدور على الإنجازات ومش بيشبع أبدا. نتمنى أن احنا إن شاء الله نكرر إنجاز 2006 و2013 ونحافظ على البطولة الأفريقية الحقيقة، لأنه دلوقتي أو الفترة اللي جاية احنا بنتكلم على النادي الأهلي شايفين فرقة أقوى كمان من الموسم اللي فات إن شاء الله، بعد طبعا انضمام عناصر كتير لينا سواء كانت الصفقات اللي بنتكلم عليها أو رجوع المعارين، وشايفين قد إيه في المباريات اللي فاتت كام اسم نزل جديد وكان الحقيقة بيأدي بشكل كويس جدا، حتى لو كان زي ما موسيماني بيقول في ناقص كده لسه انسجام شوية بين اللعيبة، لأنه طبيعي لعيبة أول مرة بتنزل مع الفريق الكامل وأول مرة بتشوف خطة وتفكير موسيماني إزاي، وبتاخد وقت على ما تحفظ جمل معينة في الملعب، إلا أنه شفنا الحقيقة الأهلي بأداء كويس جدا، وشايفين كتير من الأسماء فرق جدا مع النادي الأهلي من ساعة سواء رجوعها من الإعارة أو الصفقات الجديدة، ومنهم طبعا محمد شريف. مش عايزة أكيد أنسى حد لأنه كتير من اللعيبة بتأدي أداء كبير، ولكن محمد شريف يمكن كان عليه العين الحقيقة في المباراة اللي قبل اللي فاتت، والأداء القوي اللي ظهر بيه وقد إيه طمن الناس والجماهير بشكل كبير أنه الهجوم في النادي الأهلي في لاعب قوي جدا طبعا، بالإضافة لكتير من اللعيبة اللي كانت موجودة بالفعل. وطبعا بالمناسبة يعني عايزة أقول لحضراتكم كمان أنه خلاص مروان محسن رجع التدريب النهاردة، وكمان وليد سليمان وحسين الشحات بعد التعافي من الإصابات المختلفة اللي كانوا بيعانوا منها. في كلام كتير طبعا عن تدريب النهاردة وعن لعيبة النادي الأهلي، هيكون كمان معنا مراسلنا كريم أحمد بعد انتهاء تدريب النادي الأهلي، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقات. برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نبدأ الحقيقة حلقتنا مع مراسلنا كريم أحمد من ملعب التاتش، ويطمننا على اللعيبة النهاردة والتدريب مشي ازاي. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك زميلتي العزيزة سارة، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة الألف في كل مكان. كريم عايزك تقولي النهاردة كده التدريب كان ازاي مع كيفن جونسون، وكمان تطمننا كمان على المصابين.
بالتاكيد طبعا. يعني هبدا معاك يا ساره في البدايه، في تحذيرات شديده جدا من الجهاز الطبي هنا في النادي الاهلي بالالتزام بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه، لان طبعا يمكن فقدنا عدد من لعيبه النادي الاهلي خلال الايام الماضيه، بنتمنى ان شاء الله يعودوا من جديد. النهارده كان في مسحه رابيد تيست لكل لعيبه النادي الاهلي، وايضا كمان لقفشه وموسيماني والسوليه ورامي ربيع، ان شاء الله باذن الله نطمن عليهم في خلال الساعات القادمه، لان عارفين النتيجه ان شاء الله في خلال الساعات القادمه دي تطلع باذن الله تكون سلبيه، ويشاركوا من جديد مع فريق النادي الاهلي، بجانب طبعا التاكيدات الكبيره جدا على الاجراءات الاحترازيه، وهو استعداد النادي الاهلي لمباراه الاتحاد السكندري. في جديه وحماس كبير جدا لكل اللعيبه وتركيز. محاضره النهارده كانت في بدايه المران كيفن جونسون مدرب فريق النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني، فيديو كونفرنس كان فيها تحذيرات كثيره جدا خلال المرحله القادمه، وتحديدا كل الامور الخاصه بنقاط القوه والضعف والثغرات وحماس الكبير اللي في الاتحاد السكندري. مباراه ليها حسابات خاصه فنيا وايضا كمان داخل المستطيل الاخضر، لكن ان شاء الله باذن الله مع التركيز الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي والحماس اللي بنشوفه من التدريبات، باذن الله خطوه بخطوه نقدر نحافظ على لقب بطوله الدوري العام. النهارده كمان نقدر نطمن كل جمهور النادي الاهلي على اكثر من لاعب كنا بنتمنى ان هم يكونوا متواجدين النهارده في التدريبات، وبالفعل شفناهم النهارده على راسهم مروان محسن اللي غاب خلال الايام الماضيه وخلال التدريبات والمباريات الماضيه عن فريق النادي الاهلي، شارك النهارده بكل جديه مع وليد سليمان اللي ايضا كمان كان متالق النهارده في التدريب، بجانب طبعا كل اللاعبين اللي النهارده شاركوا. حسين الشحات كمان اطمنا عليه النهارده في تقسيمه كانت اكثر من رائعه لكل لاعبي النادي الاهلي. كيفن جونسون النهارده كان مركز بشكل كبير على الاخطاء، على التحركات، التمركزات، النهارده يمكن اشتغل بشغل تكتيك بشكل كبير جدا على فريق الاتحاد السكندري. طبعا الراجل يمكن بيشوف نظري وبيبدا يطبق عملي في المستطيل الاخضر مع لاعبي النادي الاهلي. بشكل عام كل اللعيبه النهارده كانت مركزه الحمد لله، اطمنا على كل اللعيبه النهارده، بس كان في كدمه قويه لايمن اشرف في بدايه المران، يعني الاشتراكات والحماس الكبير ده بيبقى دي نتيجته، لكن كلها طبعا بتصب في مصلحه فريق النادي الاهلي، لكن على طول مباشره تدخل الدكتور اسامه مصطفى طبيب النادي الاهلي للاطمئنان على ايمن اشرف، شارك من جديد واستكمل المران بكل قوه. الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا لكل فريق النادي الاهلي، يتبقى بقى باذن الله ان شاء الله عندنا امل كبير ان موسيماني باذن الله تكون مسحته سلبيه، يعني عندنا بعض الاخبار كده لكن لسه مش مؤكده بشكل كبير ان مسحته سلبيه، لكن ان شاء الله يشارك مع فريق الاتحاد في مباراه الاتحاد السكندري من خارج الخطوط، بجانب كيفن جونسون اللي وجهنا له التحيه وبنوجه له التحيه اكثر من مره على اداؤه الرائع والمميز واحتواء اللاعبين خلال الايام الماضيه وخلال المباراتين الماضيتين تحديدا. يعني كريم طبعا بنتمنى الشفاء لموسيماني وان شاء الله ايمن اشرف يكون كويس، بس عايز اسالك بما انك على طول في التدريب معاهم وشفت موسيماني ازاي بيبقى مع اللعيبه في التدريب، وطبعا الفتره دي شفت كيفن جونسون، انت ككريم من جوه الملعب حاسس باختلاف في التدريب؟ يعني يمكن الناس كلها شايفه انه حاسين ان موسيماني كانه موجود بالظبط من كتر ما كيفن جونسون متابع مع موسيماني وبيشوف كل التدريبات طبعا بتتسجل له فيديو، شايف ازاي كيفن جونسون نفس طريقه موسيماني في التدريب ولا في اي اختلاف بالنسبه لك؟ الحقيقه طبعا يعني يمكن كيفن جونسون من المدربين المميزين جدا، وكانت فرصه ليه المباراتين اللي فاتوا يمكن ظهر بشكل رائع ومميز. في تنسيق على اعلى مستوى مع بيتسو موسيماني، لكن القياده من خارج الخطوط محتاجه شخصيه، محتاجه شخصيه مدرب ومدير فني مميز. احنا عارفين ان كيفن جونسون كان مدير فني ايضا في جنوب افريقيا، شغله لمنصب مدرب عام مع بيتسو موسيماني ده شيء يحسب لبيتسو موسيماني وايضا كمان لكيفن جونسون. الحقيقه الراجل بيقوم بدور كبير جدا، هو النهج واحد والاسلوب واحد، لكن زي ما باكد لك يا ساره القياده من خارج الخطوط في مباريات قوية ده امر مهم جدا شفناه، وكان اختبار كبير لكيفن جونسون مدرب فريق النادي الاهلي. راجل ماشي بشكل مطمئن وطيب، وده اختيار موفق لمجلس الاداره من البدايه ان يكون الموافقه على وجود كيفن جونسون كمدرب لفريق النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني. عندنا اكتر من مدرب على اعلى مستوى زي ما اكدنا وقلنا، بيتسو موسيماني كمدير فني، كيفن لو متواجد على الخطوط، كابتن سامي قمصان ايضا كمان اللي بيقوم بدور كبير جدا. كل الامور دي الحمد لله بتطمنا وبتطمن كل الجماهير الفتره اللي جايه، اي حد يكون متواجد زي ما بنقول، اي حد يكون متواجد داخل المستطيل الاخضر بالنسبه لعيبه النادي الاهلي هيكون على قلب رجل واحد، وايضا كمان اي مدرب من الجهاز الفني يكون متواجد في اي ظروف استثنائيه بتمر على فريق النادي الاهلي كالعاده ان شاء الله يكون موفق يا رب. ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اصابات، تبعد بقى الكورونا وتبعد الامور الخاصه اللي بتعوق مسيره النادي الاهلي خلال الايام القادمه، ويا رب ان شاء الله نطمن بشكل عام على كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. كريم بشكرك شكرا جزيلا، واكيد هنبقى على تواصل معاك لان المفروض نتيجه المسحه تبان كمان شويه، لو في اي جديد طبعا هنتابع مع حضراتكم، وبشكرك شكرا جزيلا. طبعا الحقيقه يعني بنتمنى كل المسحات تطلع سلبيه، وبنتمنى ان ما يكونش في اي اصابه بفيروس كورونا مش بس في صفوف لعيبه النادي الاهلي ولكن الحقيقه في العالم كله، يعني يمكن وباء كبير يعني حل علينا وعلى العالم كله من السنه دي وداخل معانا للاسف السنه الجديده. بنتمنى ان كل الناس تتبع الاجراءات الاحترازيه
طرازية، وأنه الكمامة مهمة جدا والتباعد الاجتماعي مهم جدا، وإن شاء الله ما يكونش في أي حد مصاب بكورونا، وفي يوم الأيام نصحى أن يكون الوباء ده اختفى تماما. خلونا كمان نكمل مع أخبار النادي الأهلي، وطبعا الأسطورة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي حرص على أن هو يحضر جانب من اجتماع الإدارة التنفيذية للنادي عبر الفيديو كونفرنس، ووجه كلمة للسادة المديرين وأعضاء الإدارة التنفيذية للنادي، وده كان بعد الحقيقة قرار مجلس إدارة النادي بأن هو يجدد للسادة المديرين دول لمدة 3 شهور. يمكن كابتن محمود الخطيب شدد على رسالة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بأن التجديد للسادة المديرين لمدة 3 شهور هو رسالة تقدير لجهودهم خلال الفترة اللي فاتت، وتأكيدا على مطالبة كل منهم ببذل أقصى جهده خلال الفترة اللي جاية قبل إعادة التقييم مرة تانية. يمكن كابتن محمود الخطيب قال في كلمته الإدارة التنفيذية بالنادي: احنا بنطالبكم بان انتوا تعملوا على اعلاء اسم النادي دايما ومش الاشخاص. ويمكن دايما كابتن محمود الخطيب بيركز على الحته دي، انه اهم حاجه كيان الاهلي مش الاشخاص اللي بتشتغل للكيان ده، لان مؤسسه النادي الاهلي بتتطلب ان احنا نبذل اقصى مجهود من كل مدير وكل موظف وكل عامل ولاعب ومسؤول لخدمه اكتر من 150 الف اسره و600 ألف عضو. هنرجع طبعا نكمل كابتن محمود الخطيب قال إيه، ولكن خبر مهم جدا ومفرح جدا لجميع جماهير النادي الأهلي: سلبية مسحة طبعا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بفيروس كورونا. وفي خلال دقائق أو ساعة بكتير قوي هنعرف كمان نتيجة اللعيبة، 3 لعيبة المصابة بفيروس كورونا. مهمة جدا الحقيقة أنه خبر زي ده أكيد بيطمننا، أكيد بيفرحنا، وشايفين قد إيه مسيرة اللا هزيمة مع بيتسو موسيماني، وقد إيه مسيطر على اللعيبة من الناحية الفنية والنفسية، وقد إيه قادر يتعامل مع كل لعيب على حدة وعلى حسب شخصيته. عشان كده وجوده في الملعب مطمئن جدا. يمكن كريم كان من شوية بيتكلم على أن كيفن جونسون شخصية طبعا ومدير فني كبير، وقدر أن هو يدير المباراتين اللي فاتوا حتى ولو كان بالتنسيق مع موسيماني، ولكن كان قادر جدا ان هو يديرهم بشكل كويس قوي، ما نحسش قوي بفرق. ولكن بالنسبه للازمه دي، الازمه دي برضو بتورينا قد ايه الاهلي منظومه متكامله واحده واحده، زي يمكن ما كنت بقول في اول الحلقه. ازاي؟ انه مش بس لما لاعب بيغيب من نادي الاهلي بداعي الاصابه، ايا كانت الاصابه فيروس كورونا او اصابه او غيره، بيكون في اللاعب الثاني بيحل محله ومش حاسين باي فرق، زي ما كنا بنقول، وانه كل لعيبة النادي الأهلي الحقيقة تستاهل إن هي تكون لعيبة أساسية. ولكن كمان لما حصل أزمة زي إصابة موسيماني فيروس كورونا في وقت مهم، إن هو يبقى في العزل وما يسافرش مع الفريق النايجر في أولى بطولاته في المشوار الإفريقي الجديد الحقيقة، لقينا إن كيفن جونسون كأننا مش حاسين قوي إنه في فرق. ليه؟ لأنه في تنسيق. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، إن الأهلي وحدة متكاملة، في تنسيق. موسيماني ما سابش الفريق ولا ثانية، موسيماني مفهم كويس قوي المدير المساعد بتاعه، المدير الفني المساعد، فكره وقد ايه هو عايز ينفذ ايه في الملعب، خطه اللعب هتكون عامله ازاي في النايجر، خطه اللعب في المباراه اللي قبلها في الدوري هتكون عامله ازاي. فما بنحسش قوي ان في خلل، يعني جوه في تحديات بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للفريق في تحديات بيقابلوها طول الوقت بسبب اصابات فيروس كورونا وغيره، ولكن احنا من بره مش بنحس بده، لان دي الاحترافيه. يعني لما بنقول على حد بروفيشنال، يعني ايه بروفيشنال او محترف؟ ان هو مش هيحسسني هو شايل مسؤوليه كويس قوي. هو ده اللي بيحصل في كيان النادي الاهلي، ان دايما في خطه تانية، دايما في خطه تانية وثالثه ورابعه. لما فايلر مشي في وقت حاسم جدا ومهم جدا، كان مجلس الاداره محضر نفسه كويس قوي انه مين اللي هيتولى المسؤوليه الفتره الجايه اللي هي الفتره الحاسمه، واحنا بندور على النجمه 9 في افريقيا. نفس الموضوع بالظبط يمكن في وقت اصابه اي لاعب او مدير فني بحجم موسيماني في وقت زي ده، انه لا ما حسيناش باي فرق، لانه شفنا قد ايه ده وحده متكامله في النادي الاهلي، وانه دايما دايما الفريق كله والجهاز الفني بيكمل بعض. طبعا مبسوطين جدا بسلبيه مسحه موسيماني فيروس كورونا، وان شاء الله بقى يعود من للتدريبات من جديد مع اللعيبه. ومباراه الاتحاد الحقيقه مباراه مهمه جدا، مهم ان موسيماني يكون موجود فيها، مهم انه اللعيبه طبعا المصابه عادت طبعا، وهيبقى معانا كده مروان محسن، معانا وليد سليمان، وان شاء الله
الله تكون كمان وحسين الشحات، وان شاء الله كمان يكون سلبيه مسحه الثلاث لعيبه ان شاء الله نبلغ حضراتكم بيها خلال الحلقه. خلينا نكمل كمان مع كابتن محمود الخطيب اللي النهارده سافر الحقيقه للامارات، طبعا رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، وده لتلبيه دعوه مؤسسه جلوب سوكر وحضور الاحتفاليه اللي بتقيمها المؤسسه دي بكره ان شاء الله في دبي، وده لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، وكمان النادي الاهلي بوصفه نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا في الشرق الاوسط. كابتن محمود الخطيب هيتسلم جائزه النادي الاهلي في حضور الحقيقه كوكبه من كبار مسؤولي ونجوم كره القدم في العالم اللي تم توجيه الدعوه ليهم بالمناسبه دي، منهم كريستيانو رونالدو طبعا اللاعب الكبير، وكمان بيريز رئيس نادي ريال مدريد. يمكن خلاص هنروح ان شاء الله بكره ان شاء الله هنشوف كابتن محمود الخطيب هو بيتسلم جائزه جلوب سوكر دي، ومفروض انه جلوب سوكر دي طرحت استفتاء على النادي الافضل في العالم والنادي الافضل في منطقه الشرق الاوسط، وان يكون قرار اختيار الافضل بيكون بنسبه 60% للجنة الخبراء اللي شكلتها المؤسسة، و40% من القرار بيكون لرأي الجمهور وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة دي. ريال مدريد زي ما قلت لحضراتكم هو اللي فاز بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط. حدث كبير ومهم وعالمي، ومهم أن النادي الأهلي يكون موجود في حدث زي ده، بيضيف لنا كتير الحقيقة. وجود النادي الأهلي برضو بيضيف لأي مكان هو فيه، ولكن دايما فكرة التتويج بالبطولات أو بالجوائز اللي زي دي بتفرق قوي مع جمهور النادي الأهلي. يعني أنا شفت من بداية ما تم طرح الاستفتاء على الصفحة أو المؤسسة أو الموقع، شفت قد إيه كل البيجز أو صفحات اللي أنا متابعاها على السوشيال ميديا للنادي الأهلي كلها يا جماعة عيب ريال مدريد يبقى متقدم، خشوا صوتوا للنادي الأهلي. ويعني قد إيه جمهور الأهلي بيبقى فارق معاه إنه النادي الأهلي يفوز، مش بس بأي بطولة هو داخلها أو بينافس عليها مهما كانت أهمية البطولة، ولكن كمان اي جائزه، او انه لاعب مثلا من النادي الاهلي مترشح لجائزه معينه، بيبقى فارق جدا مع جمهور ان اللاعب ده هو اللي يفوز بالجائزه دي. ودايما بنقول انه الاهلي طبعا او جماهير النادي الاهلي في ظهر طبعا فريقها. خلينا كمان نكمل اخبارنا ونقول لحضراتكم انه خلاص الجهاز الفني الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي واللعيبه اجروا اختبار الرابيد تيست زي ما قلنا لحضراتكم، وده استعدادا للقاء الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد ليها ان هي تكون ان شاء الله الساعه 7:30 يوم الاثنين اللي جاي. اللعيبه والجهاز الفني والطبي والاداري خضعوا لاختبار الرابيد تيست ده في اطار الاجراءات الطبيه ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات طبعا بطوله الدوري الممتاز. وزي ما حضراتكم عارفين فريق الاهلي هيلتقي مع فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجوله الثالثه من مسابقه الدوري الممتاز يوم الاثنين الساعه 7:30 على ملعب الاهلي بالسلام. مباراه مهمه وقويه، وباكد على ده مش بس عشان هي في بدايه الدوري وقد ايه المباريات اللي في بدايه الدوري بتكون مهمه وبتسهل المشوار بعد كده، وده يمكن شفناه الموسم اللي فات مع فايلر وانه كان في اداء كبير قوي، يمكن كمان من الفتره اللي قبل كورونا وكنا محققين ارقام كويسه، وده سهل علينا نحسم الدوري بعد كده قبل النهايه بسبع اسابيع. ولكن كمان زي ما بقول الاتحاد عامل فريق كويس قوي، فيه لعيبه كويسه جدا، موسيماني وكيفن جونسون دارسين الفريق كويس قوي، يتفرجوا على فيديوهات كتير طبعا فريق الاتحاد في الكاس، وكمان كان بيفرج اللعيبه على الفيديو بتاع مباراه النايجر زي ما بيعمل دايما، انه بيوريهم ايه الاخطاء اللي ممكن يكون الفريق وقع فيها، ايه اللي المفروض نشتغل عليه الفتره الجايه عشان يبقى احسن، وبيدرس طبعا المنافس بشكل كويس قوي عشان يقدر يحط خطه تليق بالمباراه دي. وزي ما قلت لحضراتكم من الاخبار اللي فرحتنا النهارده انه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اكد تعافي الثلاثي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن لاعبي الفريق الاول لكره القدم من الاصابه اللي منعتهم من المشاركه في المباريات مع الفريق خلال الفتره اللي فاتت دي، وقال انه خلاص وليد سليمان جاهز طبعا للمشاركه، وكل الثلاث لعيبه مشاركين يعني جاهزين للمشاركه في
التدريبات الجماعية بدءا من النهاردة. هما بالفعل شاركوا بعد ما تخلصوا من إصابتهم وانتهاء برنامجهم التأهيلي. الثلاثي شاركوا في التمرين الجماعي الفريق اللي أقيم النهاردة على ملعب التاتش بالجزيرة زي ما كريم أحمد قال لنا وطمنا عليهم. يمكن زي ما حضراتكم عارفين كان وليد سليمان ومروان محسن غابوا عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية بسبب ألام الركبة، وغاب حسين الشحات بعد إجراءه عملية في إصبع القدم. طبعا من الكرة المحلية للكرة العالمية، وطبعا احنا اليومين دول احنا بنتكلم على البوكسنج داي، وهي في الوقت اللي يمكن العالم كله بيبقى مريح شوية وبيحتفل بأعياد الميلاد بسبب طبعا الكريسماس بقى وأعياد الميلاد في اليومين دول 26 و27 ديسمبر. لكن بيبقى دايما اليوم ده أو اليومين دول يعني قمة المباريات في الدوري الإنجليزي، مباريات نارية في الدوري الإنجليزي أو في البريمير ليج. والنهاردة شفنا مباريات مانشستر يونايتد وليستر سيتي اللي انتهت 2-2. مانشستر يونايتد يمكن يعني مستواه مش ثابت الفترة دي، ولكن من المباريات المهمة أعتقد النهاردة كمان أرسنال وتشيلسي. يعني كنا متعودين أو يمكن جمهور الكورة كان متعود على أنه المباراة دي بتكون مباراة قمة، أو دايما بيبقى الفريقين في قمة ترتيب الـ EPL أو الدوري الإنجليزي البريمير ليج. ولكن الحقيقة يمكن تشيلسي بيحاول تحت قيادة لامبرد، لكن أرسنال هو اللي على الناحية الثانية بيعاني، وبيعاني معاناة مش طبيعية. يمكن أرسنال الفترة دي جماهيره مش في أحلى حالاتهم خالص بسبب المعاناة. يعني الفريق الحقيقة كل نتائجه الفترة اللي فاتت أو معظمها نتائج سلبية، معدل التهديفي قل جدا، في كلام يعني حتى لدرجة أن مدرب ويست برومتش بيقول أنه قد إيه أرسنال خلاص قرب من منطقة الهبوط. يعني ممكن نشوف أرسنال بيهبط من الدوري الإنجليزي. والحقيقة أن دي حاجة مؤلمة، لأنه أرسنال نادي عريق جدا. إذا كنت بتشجعه أو مش بتشجعه معروف قد إيه أرسنال نادي عريق وكبير جدا. وطبعا يعني في كلام أن أرتيتا مدير الفني لأرسنال مش هيكون موجود الفترة اللي جاية، وأن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان اللي المفروض يعني يتم إعلان إقالته الفترة اللي جاية على حسب وسائل الإعلام، هو اللي هيقوم بقيادة طبعا أرسنال، وبوتيتشينو هو اللي هيكون بيقود باريس سان جيرمان. المهم ان البوكسنج دي طبعا الفترة دي في مباريات مهمة جدا النهاردة وبكرة كمان ليفربول هيلعب. وخليني اقول لحضراتكم انه اسمه البوكسنج دي يمكن معلومة مش ناس كتير تعرفها، لانه ليه علاقة زي ما قلت بأعياد الميلاد، وانه البوكس جاية من صندوق، وانه الناس بتتبادل الهدايا والبوكسز في الفترة دي من أعياد الميلاد، وعشان كده اسمه البوكسنج دي. ولكن بيكون في قمة مباريات طبعا الدوري الانجليزي. بمناسبة الكلام على ليفربول اللي هيلعب بكرة كمان، كان يمكن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان ليه كلام على تصريحات محمد صلاح اللي كانت لصحيفة أس المدريدية، واللي كان قال فيها أو لمح فيها أنه هو بيرغب في مغادرة الريدز. يمكن كان صلاح قال أنه هو منفتح أو بشأن الانضمام لريال مدريد أو برشلونة، وعشان كده الناس هنا بدأت تتكلم أنه هو صلاح فعلا هيسيب ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، هل فعلا هيروح ريال مدريد، وخصوصا أن جريدة أس مدريدية اللي خليه يطلع في وقت زي ده يتكلم. ولكن يورجن كلوب كان ليه تصريحات مختلفة لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، وقال أنه كلنا ممكن أن احنا بندور أو أن الإعلام بيحب يدور على أي تصريحات تعمل قلق بالنسبة للناس، ولكن لا أعتقد أن في سبب يخلي صلاح يسيب ليفربول غير الطقس أو الأحوال الجوية في ليفربول. وأن ليفربول أي لاعب يحب يلعب فيه واحد من أكبر الأندية في العالم، وأنه بيدفع فلوس كويسة جدا، وبيقول يمكن مش أحسن فلوس بيدفعها، في أندية تانية بتدفع أكتر من كده، ولكن الحقيقة أنه هو بيدفع فلوس كويسة وملعبه حلو جدا على حسب وصف يورجن كلوب. المشجعين ليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في العالم كله، وكمان كان بيقول احنا بنلبس اللون الأحمر وده يمكن أجمل لون على الإطلاق. من الجمل المهمة قوي اللي قالها يورجن كلوب ان احنا مش ممكن نجبر حد على ان هو يبقى في ليفربول، ولكن الامر بيتعلق بالتوقيت واللحظة المناسبة للمغادرة. والجملة دي مهمة قوي، اللي هو احنا مش بنجبر حد على ان هو يفضل في ليفربول. والحقيقة من الكلام كمان اللي قالوا انه صلاح يعني اجابته كانت طبيعية جدا بالنسبة ان هو يروح برشلونة او ريال مدريد، وهي كانت الاجابة انه الامر في ايد النادي. بيقول يعني انتوا عايزين لاعب كبير يصرح يقول ايه لما يتسأل على برشلونة وريال مدريد، اتنين من اكبر الاندية في العالم، هيقول مثلا لا انا
الدوري الاسباني مش طموحي، فهو شايف انه التصريحات كانت طبيعيه جدا من محمد صلاح، ولكن الميديا او الاعلام هو اللي بيحب يكبر المواضيع او يلاقي حاجه يتكلم عليها، وانه التصريحات دي مش معناها ابدا ان صلاح مش مبسوط في ليفربول. وقال انا موضوع اشاره القياده لارنولد خده انا ما كانش في بالي او ما كنتش فاكر انه ممكن يضايق محمد صلاح بالشكل ده، ويمكن انا غلطت في حاجه زي دي، وهو فعلا احبط من ده، وده ما كانش او يمكن خطا مش مقصود. على اي حال طبعا احنا دايما بنقول انه بنتمنى التوفيق لنجمنا المصري في اي مكان هو شايفه. اذا كان فعلا التقارير اللي بتتردد حول انتقال محمد صلاح بعد انتهاء عقده مع ليفربول لريال مدريد النادي الاسباني، اكيد هنكون في ظهره، اكيد بنتمنى انه يكون حاسب اي خطوه بياخدها الفتره اللي جايه، وان شاء الله نشوف مستوى كبير قوي من النجم المصري سواء كمل في ليفربول او انتقل لنادي اخر. لسه عندنا اخبار كتير وكلام كتير في برنامج السادسه، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ونطير دلوقتي كده لالمانيا مع الصحفي في شبكه سبورت 1 كريستوفر ميشيل. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. انا سعيد جدا بوجودي معكم من خلال قناه الاهلي. ونحن نتمنى للنادي الاهلي بالحصول على بطوله افريقيا، فهذا انجاز عظيم، شكرا لكم. بنشكرك جدا طبعا. وفي البدايه خليني اسالك على انه شبكه سبورت 1 كانت اول وسائل الاعلام الاوروبيه اللي اتكلمت عن نيه باريس سان جيرمان بانهاء التعاقد مع المدرب الالماني الحالي توماس توخيل في الفتره الحاليه، ما حقيقه هذه الانباء؟ بالفعل كان هناك مقابلة ولقاء صحفي معنا مع الألمانية، والتي كشف فيها عن عدم سعادته مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، معبرا بأنه حزين جدا لأن إنجازاته لا تحتفي بعض الأحيان في بعض الأحيان بالترحيب والأهمية، فهو كان ليس راضيا وسعيدا عن ذلك. حتى الآن لا يوجد أي تأكيد عن هذه المعلومة، إلا أن مبابي غرد وكتب ذلك في السوشيال ميديا، وأعتقد أن مبابي يعلم ذلك لقربه من المدرب الألماني يوخيل، وأعتقد أنه ستكون معلومة أكيدة وسوف يصفح عنها قريبا في الأيام القادمة، وسوف يؤكد ذلك في الإعلام أعتقد. فحتى الآن لا يوجد أي معلومة مؤكدة. أعتقد أن ستظل هذه المعلومة عالقة خلال الأيام القادمة إلى أن تحسم نهائيا من إدارة نادي باريس سان جيرمان، فلا نستطيع القول، لابد من الانتظار وأن نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. طيب، في غضب شديد في ألمانيا وبالتحديد على مستوى الجماهير نادي بايرن ميونخ بعد اختيار يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي كأفضل مدرب في العالم بجوائز ذا بيست أو الأفضل على حساب هانز فليك المدير الفني للنادي البافاري. شايف أسباب الغضب والهجوم الجماهيري من وجهة نظرك إزاي؟ بالفعل دعيني أوضح لك أن المنافسة لم تكن سهلة، كانت قوية ما بين يورجن كلوب وما بين هانز فليك، واختيار يورجن كلوب كأفضل مدرب في العالم لم يأتي بسهولة، ولكن دعيني أوضح أن الحسم أتى في اللحظات الأخيرة بالتصويت لصالح يورجن كلوب، على الرغم من الموسم التاريخي الذي قدمه هانز فليك هذا العام في 2020، كان موسم رائع
حيث فاز بأهم البطولات. دعينا أوضح لك، فاز بكل الألقاب، فهو رجل الألقاب البافارية، فاز بطولة الدوري الألماني بوندسليغا والسوبر الألماني وكأس السوبر الأوروبي، فهذا إنجاز رائع حققه هانز فليك دعيني أوضح لك أن هناك فرق أخرى في هذه الأيام الماضية في هذا العام، في هذا الموسم 2020 حققت إنجازات. ودعيني أوضح أن يورغن كلوب للأمانة هو يستحق ذلك اللقب، لأنه حقق إنجاز مع ليفربول في هذه السنوات وخاصة العامين الآخرين، ولكن هذا قد يحسب أيضا لهانز فليك هذا الإنجاز العظيم رغم عدم تتوجه باللقب. بالفعل المنافسة كانت صعبة جدا طبعا بين الاثنين مدربين، موسم رائع لهانز فليك طبعا مع بايرن ميونخ وليورجن كلوب مع ليفربول. طيب نروح لبايرن ميونخ اللي هيلعب في بطولة كأس العالم للأندية في قطر أول فبراير اللي جاي ده، شايف المونديال محسوم بشكل كبير لصالح الكتيبة البافارية أم هتكون هناك بقى مفاجآت من بعض الفرق المشاركة، سواء كان بطل أمريكا الجنوبية اللي لم يحسم بعد لحد دلوقتي أو بطل أفريقيا النادي الأهلي أو بطل آسيا؟ بايرن ميونخ فريق مفضل وفريق قوي، فهو الفائز بلقب أبطال أوروبا على حساب فرق قوية مثل برشلونة وليفربول. أعتقد أنه فريق قوي جدا، ولكن على سبيل المثال تشيلسي في 2012 في عام 2012 أيضا حقق هذا الإنجاز. أعتقد أنه ستكون في هذه البطولة نظرة أخرى، لأن الفرق المشاركة فرق قوية، سواء كان بطل أمريكا الجنوبية فريق المكسيكي أعتقد أنه، ولكن بايرن ميونخ للأمانة يمتلك لاعبين جيدين بكواليتي وجودة عالية، ليفاندوفسكي، مايا، مانويل نويا، ولكن الفريق البافاري حقق إنجازات رائعة هذا الموسم وحقق البطولة السادسة هذا العام. عندما نتحدث عن الفريق البافاري لا أستطيع الحسم أنه سوف يحسم البطولة، ولكن الكفة تذهب إليه. الأهلي فريق قوي، وجوده في هذه البطولة وجود مهم وممثل مهم جدا للكرة المصرية والأفريقية، وخصوصا وجوده مع بايرن ميونخ. أعتقد أن بايرن ميونخ سوف يحسم اللقب، ولكن لم يكن سهلا أو لم تكن بسهولة حسم اللقب له. عايز أسألك على رأيك في التألق المستمر لليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الفترة دي، وتتويجه طبعا بجائزة The Best أو أفضل لاعب في العالم كمان، ويمكن مؤخرا فاز بلقب أفضل لاعب في العالم مش بس في حفلة The Best، ولكن كمان حصل على جائزة أخرى كأفضل رياضي في 2020 متفوق على أبطال كتير بالنسبة للجائزة دي، يعني يمكن منهم لويس هاملتون بطل الفورميلا 1، وكمان لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش، ولاعب التنس كمان رافائيل نادال. روبرت ليفاندوفسكي لاعب رائع للغاية، فاز بكل الألقاب هذا العام مع بايرن ميونخ. روبرت ليفاندوفسكي هو لاعب حاسم، على سبيل المثال هذا العام أو في المباريات الأخيرة كان بايرن ميونخ كان بعض الأحيان مجهد، ولكن كان يأتي روبرت ليفاندوفسكي بالحسم وإحراز الأهداف في نهاية المباراة ليحقق الفوز لبايرن ميونخ على حساب فرق كثيرة في الأيام الأخيرة، وهو كان سبب في إحراز الألقاب لأن أهدافه كانت حاسمة. فهو لاعب نجم رائع قوي حاسم، شارك في إحراز كل هذه الألقاب
الألقاب لبايرن ميونخ هذا العام، ولكن بسبب كورونا وبسبب هذا الموقف الحالي الصعب التي أحدثته الفيروس كورونا، رغم ذلك أثبت روبرت ليفاندوفسكي قوته. عندما تحدث وجود ميسي وجود كريستيانو رونالدو ووجود هؤلاء النجوم العمالقة، رغم ذلك استطاع روبرت ليفاندوفسكي التتويج مع بايرن ميونخ بأهم الألقاب وإحراز أهم الأهداف الحاسمة التي ساعدت في تتويج بايرن ميونخ، فهو يستحق الجائزة. ما ينفعش تكون معايا وما اسألكش عن شعبية النادي الأهلي في ألمانيا، وخصوصا بعد الوصول طبعا لكأس العالم للأندية ومواجهته طبعا أو توقع مواجهته لبايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية. إزاي الناس في ألمانيا أو بتشوف إزاي صحافة ممكن تكون بتتكلم على بطل أفريقيا؟ أعتقد بالفعل، أعتقد أن الصحافة في ألمانيا سوف تقدم الأهلي وتتحدث عن الأهلي وأهميته، خصوصا الأهلي فريق كبير عظيم ممثل للكرة الأفريقية، فأعتقد سوف يحظى إعلاميا بالاهتمام خلال الفترة القادمة. أعتقد ذلك، وأعتقد أن عندما يواجه الأهلي بايرن ميونخ في هذه البطولة الهامة سوف يقدم أو يقدم الفريقان أداء رائع. أعتقد أن بالفعل أعتقد أن في ألمانيا سوف يحظى النادي الأهلي بالأهمية الإعلامية، وبالصحافة سوف تتحدث عنه وسوف تقدمه بشكل مهم، وهذا سينعكس على الفانس، على الجمهور الألماني، سوف يتابعون ذلك بشدة. أشكرك شكرا جزيلا كريستوفر ميشيل الصحفي بشبكة سبورت وان الألمانية، كنت معانا على شاشة قناة الأهلي. برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة مبسوطة أنه معايا واحد من أشهر لاعبي كرة القدم المصرية وواحد من علامات النادي الإسماعيلي طبعا، كابتن سيد بازوكا اللي منورنا في الاستوديو، وهنتكلم معاه في حاجات كتير قوي في الكرة المصرية وكمان النادي الأهلي أكيد. برحب بحضرتك يا كابتن، والبقاء لله في وفاة شقيقة حضرتك، وربنا يا رب يرحمها وفي الجنة ويرحقنا بيها في الجنة ويصبركوا، وبنشكرك انك كنت معانا النهاردة وصممت تكون معانا بعد طبعا حدث زي ده. ربنا يكرمك، انا بشكرك طبعا وبشكر قصة القناة، انما ما اقدرش يبقى في اتفاق بينكم وبيني، ما اقدرش ما اجيش حتى لو عندي ايه يعني. ده اللي احنا متعودين منه يعني من حضرتك عليه. العلاقة طبعا العلاقة شيء يعني ما مقدس يعني. شكرا جدا لحضرتك انك معانا النهارده، نتكلم في حاجات كتير قوي بقى في الكره المصريه وفي تاريخك وفي النادي الاهلي، وخليني ابدا معاك من مباراه الاهلي والزمالك برضو في نهائي افريقيا. وتقول لي كده اتفرجت عليها فين وشفت تابعت المباراه دي ازاي؟ هو طبعا الناديين دول اكبر ناديين في مصر جماهيريا ولعيبه وشهره طبعا في العالم العربي، الناديين كبار جدا والاثنين صحابين بطولات فيهم نادي القرن نادي الاهلي طبعا. فالمباراه دي نتيجتها ما فيش اي حد يجرؤ او لو هو ساهر حتى يتنبأ بنتيجتها، لانه الاثنين عندهم صفوه اللاعبين. فمباراه كانت جميله جدا، ويمكن اول مره يبقى المباراه اللي ما بقاش فيها شد اللعيبه واللعيبه مؤدبين في الملعب، وكلنا طالبنا كده، وكلنا كذا مره نقول اي لعيب يخرج عن النص لازم يتوقف، مش يعني يتوقف مده طويله، لانه كل العالم العربي يتفرج على الاهلي والزمالك. وقد ايه اللي بيبقى بطوله افريقيا يعني مهمه قوي للتحضير ليها، وقد ايه بيبقى كواليسها مختلفه عن اي بطوله تانية، وحضرتك بقى لعبت افريقيا. لا هو حتى سيبيني ارجع لك لورا يعني. طبعا انت كنتش اتولدتي. نادي الاهلي والزمالك ليهم طابع خاص، واحنا بنلعب كان بيختاروا لهم يوم معين يعني يلعبوا قبلنا يا بعدنا. يعني احنا اللي عندي مصر كنا 12 نادي، ال10 يلعبوا يوم الخميس يا يوم السبت، والاهلي بيبقى بعد الاهلي والزمالك هم الاثنين. فكانوا مميزين يعني جماهيريا اعلاميا، يعني انت عارفه نصهم اهلي وزمالك الاثنين، فهم الشعبيه الكبيره الاهلي والزمالك.
بعدهم الاسماعيلي طبعا. وذكرياتك بقى ما في مباراة؟ لا ذكرياتي انا قعدت سنة 70 بقى الاسماعيلي سنة 70 في افريقيا. الاسماعيلي سنة 70 نادي الزمالك ربنا يكرمهم هم استضافونا وكنا قاعدين عندهم ناس ادونا ملاعبهم وادونا الاوض بتاعتهم وكنا معسكرين عندهم لغاية قبل المباراة باسبوع. كنا بنلعب جميع ماتشات افريقيا كنا لعبناها على ملعب نادي الزمالك. بس انا عاوز اقول لك عشان السؤال ده في ناس كتير مفكرين نادي الاهلي رفض استضافتنا. انا كذا برنامج اقول عمر نادي الاهلي ما رفض استضافه نادي الاسماعيلي بالعكس. لا انا عاوز اقول لك عمر نادي الاهلي مش عشان انا في قناه نادي الاهلي انا قلتها في كذا قناه بره عشان الناس بس يبقوا عارفين ان نادي الاهلي ما رفضش انه يستضيف نادي الاسماعيلي اطلاقا. بل بالعكس العلاقه بين الاهلي والزمالك علاقه طيبه في شويه كده ما يعني طلعوا اشاعه بس ان هي انما العلاقه موجوده وناس كتير في اسماعيليه لما الاهلي بيلعب عربيا او افريقيا بيشجعوا نادي الاهلي ونادي الزمالك. ومفيش حد احسن من حضرتك ممكن يكلمنا عن العلاقات التاريخيه والعلاقه الطويله بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي. لا اصل انا بيني وبين الاهلي علاقه خاصه ليه؟ انا 67 لما هاجرنا انا قعدت في نادي الاهلي سنه بتمرن معاهم لعبت معاهم تصفيات سداسي مع بعض النادي قعدت معاهم سنه لغايه لما جبنا ملعب نادي الجزيره وبعدين رحنا عسكرنا في نادي الزمالك وبعدين نادي الاهلي انا بعتبره انه خدمني خدمه كبيره. انا بدرب منتخب مصر الفريق الوطني الثاني ادوني ملعب الجزيره لعبت فيه منتخب تركيا وادوني ملاعب الجزيره ملاعب مدينه نصر لعبت فيها ثلاث مباريات دوليه بدون اي مقابل رغم ان انا كنت مستشار في نادي المقاولين العرب لمجلس اداره فقالوا لي احنا بنأجر ملعب ب 50,000 انما عشان خاطرك ب 25 رغم ان انا مش هدفع اللي هدفع اتحاد الكوره. فلما جيت قابلت المسؤولين في نادي الاهلي رحبوا واديني ملاعب ببلاش وضيافه للفرقتين وبالعكس في تمارين. لا بالعكس انا بشكر النادي الاهلي فانا في بيني وبين النادي الاهلي حتى اللعيبه في بيني علاقه جامده يعني. طب خلينا نتكلم على الدوري الموسم الجديد ده وشايف ازاي الدوري بادئ وهل شايفه قوي جدا خصوصا في ظل تدعيم كتير من الانديه صفوفها بلعيبه قويه جدا يعني ده حتى اللعيبه اللي لسه طالعه الدوري يا كابتن عاملين ماتشات كويسه. لا امال اللعيبه اللي طالعه للصغيرين لانه الانديه الكبيره بادئه وحش. يعني زي المقاولين بادئ وحش الاسماعيلي بادئ وحش المصري بدأ وحش وبعدين لم نفسه. لا الأندية الكبار دول بدأوا وحش. فالأندية الصغير دي جمعت يعني أسوان جمعت 6 بونت في ماتشين. أيوه. في عندك سيراميكا جمعت 7 بونت ولا 5 بونت برضه. لا سيراميكا تقريبا 7 بونت ولا 8 بونت. 6 أعتقد 6 لأنه كسبوا مباراتين وتعادلوا مباراتين. 8 بونت يعني أو 7 بونت كتير يعني من اولها كسبوا ماتشين فست يعني 3 نقط كل ماتش كده. الانديه الكبيره بدات وحش يعني ما بقتش كويس. فعشان كده انت بتحسي ان الصغيرين وده اكبر خطر للانديه الكبيره لانه الفرق الصغيره دي لما بتجمع الابناط كتير الاعداد بتاعت كل ماتش لما يجي بونتين بونت بونتين بونت دي بتاثر على الفرق الكبيره لانه في الاخر هيبقى الماتشات بالذبح في الكوره. احنا مش ذبح يعني بسكينه ولا ذبح في الملاعب لانه مش هبقى بسهوله انك تاخد 3 بونت من الفرقه الصغيره دي. شايف بقى بدايه النادي الاهلي ازاي في لا هو النادي الاهلي يعني لما بقى عندك احسن لعيبه في الدنيا وعندك نادي لما يجازف يجيب اول مره في تاريخ الكره المصريه يجيب مدرب افريقي ويراهن عليه وياخد 9 بطوله افريقيه تاخد 9 بطولات افريقيه. لا يعني جاب احسن لعيبه نادي الاهلي عاوز ايه يعني اي حد ياخد اي بطوله مع نادي الاهلي اي مدرب واي واحد يتمنى يشتغل مع نادي الاهلي عشان ياخد بطوله. يعني عندك لعيبه اخذوا بطولات اكتر من انديه. طب شايف موسيماني من ساعه توليه القياده الفنيه للنادي الاهلي معاه لعيب. بصي انت طالما يلاقي فيه استقرار ومعاه لعيبه كويسين هيعمل ايه يعني هو ولا غيره يعني يعني انت لو تشوفي شايف ان هو جاي على ارض خصبه يعني طبعا واحد عنده احسن لعيبه وعنده ما عندوش مشاكل ما عندوش كومبينات ما عندوش يعني عنده حاجة كل ما يخطر بالك مجهز له في الاهلي والزمالك الاثنين بالذات فمجهزين لهم كل حاجه فالمدربين عاوزين ايه يعني.
عاوزين غير انه بيرص اللعيبه ال 11 اللي يلعبوا، ما عندوش اي عجز في اي مكان. وبعدين بيتسابقوا الاهلي والزمالك مين يجيب احسن لعيبه واغلى لعيبه. طب يعني بس بصمه موسيماني نفسها يعني بصمه برضو تحس انه فنيا في فرق في عن الفتره الاخيره انه نمره واحد نمره واحد انه يعني نفساني مدرب نفساني نفسيا فارق مع اللعيبه فارق مع اللعيبه كتير يعني كتير دايما تلاقيه مبتسم ايوه صح مبتسم مبتسم يعني فدي برضه بتدي اللعيبه حوالي 50% انه عاوزين يلعبوا وبعدين طالما في عندك صواب عقاب بحزم لازم اللعيبه يبقوا كويسين ولازم المدرب يبقى كويس ولما يبقى واحد عنده اي لعيبه من اللعيبه الممتازين دول لازم ياخد البطولات. مين اكتر لعيبه شفتها فائت كده تحت قياده موسيماني بانت اكتر ظهرت بشكل افضل من ساعه ما موسيماني؟ انا بقى كذاب لو حددت لك حد لانه شايفهم كلهم ككل. كله بيعاوز يثبت نفسه حتى انت عندك عجز في الباك اليمين النهارده ما تحسيش بالعجز اللي في الباك اليمين عندك يعني وعندك معاك الشمال اللهم صل على النبي يعني شغال راجل منتخب تونس شغال كويس وراجل هداف يعني لا عندك فرقه كويسه. طب الفترة اللي فاتت او اللي قبل فوز النادي الاهلي بافريقيا كان فيه هجوم كتير قوي كابتن سيد على النادي الاهلي قوي ومن اعلاميين ومن ناس كتير بتتكلم عن النادي الاهلي وانه مش افضل نادي دلوقتي وانه ايه يعني خد الدوري لا اصل الدوري خده علشان ما فيش منافسة. طب يعني كنت شايف ازاي الهجوم ده اللي كان بزيادة على النادي الاهلي ومع ذلك النادي الاهلي مكمل في طريقه وخد الثلاث بطولات كاس مصر والدوري ودوري ابطال افريقيا ولسه اللي جاي؟ ما انا بقول لك في غير الاستقرار نادي مستقر الكلام ده بيرميه ورا ظهره مفيش حاجه بتهزهم يعني نادي عنده كل الاستقرار ده وبعدين مين اللي بيهاجمه يعني انا يعني 10 12 واحد بيهاجموه الصحفي ولا حاجه النادي الاهلي الصحفيين مصر كلهم اهلاويه لا مين يعني هيقولي لي يعني بعض الاعلاميين بعض الاعلاميين طب وبعد النادي الاهلي بيخسر نادي اللي بياخد كل البطولات مش لاقي حد قدامه اللي كان بينافس مع نادي نادي الزمالك مع الاسماعيلي الاهلي والزمالك باستمرار هو نادي الاسماعيلي نادي الاسماعيلي دلوقتي مش موجود على الساحه نادي الاسماعيلي بره فتلاقي البطوله بتاعه الاهلي والزمالك ما فيش منافس حتى بيراميدز لما جه وعمل لنا بقى طفره رياضيه وطفره ماديه اللعيب اللي يكسب ياخد 10000 دولار في المباراه واسعار اللعيبه بقت فلكيه هو عمل الفورتينا دي فين النهارده بيراميدز؟ طب انا هنا لازم اقف معاك برضو من وجهه نظرك ايه ازمه او سبب ازمه النادي الاسماعيلي دلوقتي بالخسائر؟ احنا ازمتنا كتير احنا ازمتنا كتير اولا انتقاء اللاعبين مش مظبوط اولا نمره واحد واحد بس هو اللي بيجيب اللعيبه في النادي واحد بس ومعاه مجموعه سماسره هو الحاكم الناهي في النادي يعني المهندس مان عثمان المهندس ابراهيم عثمان لما جه دار النادي في اول سنه ان النادي الاسماعيلي كان ترتيبه الثاني بعد النادي الاهلي لعبنا افريقيا ولعبنا عربيا النادي الاسماعيلي بقى يفضل على رجليه كان عندنا مجموعه لعيبه كويسين لما المهندس ابراهيم عثمان ساب النادي لمجموعه السماسره يديره النادي كان هيقع السنه اللي فاتت ستر ربنا السنه دي برضه مجموعه اللعيبه جايبين ثلاث اربع لعيبه بس فيهم المصاب يعني ما بس دي هو كل البيعه فانا ما اعتمدتش على اولاد النادي من الاول يعني الماتشات السنه اللي فاتت انا ما كنتش بكسب فاقدر اجرب يبقى عندي لعيبه كلهم ولاد النادي الاسماعيلي انما النادي الاسماعيلي السنه دي مش هيبقى ملطشه زي السنه اللي فاتت لا السنه دي مش هيبقى الاسماعيلي بس مش هيبقى في المربع الذهبي يعني الحلم اللي احنا بنحلمه او جماهيرنا بتحلم بيه ان نكون في المربع الذهبي صعب اننا نبقى في المربع الذهبي رغم ان عندنا اعظم جماهير في تاريخ الكره المصريه هي جماهير نادي الاسماعيلي حبا لناديها لو تعرفي بيروحوا لهم قبل الماتش 15000 و10000 قدام النادي وما ما بيدخلوش النادي لانه ممنوعين من دخول النادي بيهتفوا للعيبه دول يحركوا الصخر بس عندنا ما حدش بيتحرك من اللعيبه يعني جايبين لعيبه اصنام لا ده احنا عندنا كلام كتير بقى على النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي نروح لفاصل يا كابتن سيد ونرجع نكمل كلامنا فاصل وهنرجع مع كابتن سيد بازوكا برحب بحضراتكم مره ثانيه ولسه معايا كابتن سيد بازوكا وكلام كتير على النادي الاهلي وعلاقته بنادي الاسماعيلي التاريخيه مع كابتن سيد يا كابتن كنا بنقول او بنتكلم على ازمه الاسماعيلي الموسم ده او الفتره دي وكنت بسالك هي الازمه دي تنتهي ازاي ايه اللي محتاجه النادي الاسماعيلي علشان تنتهي الازمه دي لا هو محتاج كتير محتاج انه الاول
اولا دلوقتي احنا حظنا سيء انه ما عندناش فرصه اننا نأيد اي حد في الاتحاد، لانه احنا التأييد عندنا موقوف. عندنا المجموعه دي عندنا نقدر نعمل لجنه محترمه، لجنه فنيه، لجنه كوره محترمه تدير النادي على برئاسه ابراهيم عثمان، يبقى هو الرئيس. انما يجيب لجنه ولجنه تقدر مع المدرب الموجود ابن النادي محمد وهبه نقدر نعمل حاجه، نقدر ونقدر نلحق، نقدر نلحق بالموجودين، لانه فيهم ثلاثة أربعة يعني من البيع اللي جايبينها يخدموا النادي جنب اللي موجودين. لما يبقى عندي يعني تخيل لما عندي فيروت صغير اسمه حازم هداف 99 ثلاث سنين، يعني من هو صغير هو طالع هو هداف البطوله اللي خدناها هداف 99 ما بيلعبش. لما يبقى عندي شكري نجيب المقاولين العرب بيتنشا انه يشتريه ما بلعبوش. لما عندي عبد الرحمن مجدي بقعده واشيله، لما بقى كويس دلوقتي بنتمنى انه بيخف من الاصابه ويلعب. طب وليه التخبط ده؟ يعني مين الشخص المسؤول عن التخبط ده وعن الازمه دي؟ اللي بيريد اللي بيدير مهزوز، يعني جايبين مدرب قبل كده ريكاردو، ريكاردو ما دربش نادي الاسماعيلي لانه ما يعني عاوزه واحد يعني صنايعي، عاوزه مدرب صنايعي. ولما جاء طلعت يوسف قلنا الحمد لله طلعت مدرب كويس يعمل فرقه يعني كويسه من وجهه نظري. شوف انت لما بتساليني عن مدرب نادي الاهلي بقول لك نفساني، هي لعبتنا محتاجه كده. انا عندي 3 4 لعيبه، انت بتستعجبي لما اقول لك اصنام واحد انا مشتريه ودافع دم قلبي بيروح يضيع هدف ويرجع ولا هو هنا، ده تسميه ايه؟ يعني واحد ممكن يجيب هدف وممكن يساعد وممكن ولا هو هنا، تقولي عليه ايه؟ لا انا عاوز يبقى غيره، عاوز الناس اللي بيحبوا نادي الاسماعيلي زي اللعيبه بتوع زمان اللي بيحبوا نادي الاسماعيلي قلبهم على النادي الاسماعيلي. عاوز جيل 2002 يجي، عاوز جيل 90 يرجع، عاوز جيل 97، عاوز كل الاجيال دي تبقى الروح بتاعت الاسماعيلي فيها. انما دلوقتي ما فيش روح، الناس بيتغلبوا ويتعادلوا ولا هو هنا. يعني تخيلي اسوأ بدايه في تاريخ نادي الاسماعيلي، البدايه دي اسوأ بدايه، انك تلعبي 4 ماتشات تاخدي فيهم 3 بونت، اسوأ من 12 هاخد 3 بونت. لما انا بلعب 4 ماتشات جميع الدوري حتى وانا سيء يبقى على الاقل عندي 7 بونت. على الاقل عندي 7 بونت وانا ابقى سيء، انما يبقى عندي 10 بونت في الماتشات اللي زي دي وبجمع ابنات كتيره. وكنت ند السنه اللي بقول لك الاولى لعبنا فيها افريقيا كان الاهلي اسماعيلي، الاهلي اسماعيلي. انما النهارده لما احسبها السنه اللي فاتت انا بيني وبين بطل الدوري 50 بونت، كتير 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 في عرف الكوره كتير. ده انجلترا بس، ليفربول، مانشستر سيتي بس بعد عنها انجلترا بقت هارت ميرونيو هارته. بس برضه ارسنال بدأ أسوأ بدايه دي برضه. وانت فين الارسنال دلوقتي؟ ده خلاص قرب يهبط. ايوه فين الارسنال دلوقتي؟ انما ده كانوا، انا حضرت، انا كنت عامل دبلوم ترجمه انجلترا فكنت بحضر كل سنه. فكانوا البدايه بتاعت الدوري العام زي ما انا بتكلم مع اهلي والزمالك البدايه بتاعت الدوري في انجلترا بين الاهلي بين الارسنال وليفربول. أيوة. بيفتحوا بيها الدوري. انما دلوقتي فين الارسنال؟ في ليفربول دلوقتي. فين مانشستر سيتي؟ مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بقى له فتره في تخبط يعني. كان برضو عندك، لا عندك انديه كتير في انجلترا، الانديه الصغيره السنه دي طالعه زي الغول. ليدز وكل، لا والانديه الصغيره، افرتون ماشي كويس معاه طبعا انشيلوتي ماشي كويس. طب لما بنتكلم على الانديه الكبيره دي زي ليفربول وكده، ما برضو لسه واخدين الدوري لاول مره من 30 سنه. ده بقى احنا بنتكلم فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، اداره كويسه جدا، اشتروا لعيبه كويسه جدا غيرانه على فانيله الفريق، مدرب يعني بنتكلم على يورجن كلوب مدير فني عظيم وقادر يتعامل مع اللعيبه بشكل نفسي كويس قوي. انت عارفه المدرب بيعمل عقده بكام سنه؟ 7 سنين. يعني ما بيتفقش سنه ولا ماتشين ومشوه ولا 3 ماتشات، دي حاجه. الحاجه الثانيه معاه احسن 3 فراوده في العالم. صح. يعني لما تقولي تحطي ميسي في اي فرقه ومعاه 2 لا تقولي ليفربول احسن. لما تحطي رونالدو معاه اي 2 تقولي لا ليفربول احسن. فعندهم مدرب كويس. زي ما بنقول لك انت موسيماني عنده لعيبه كويسين، هو راجل نفساني كويس، بيعمل لعيبه كويس. يورجن كده بيعمل مع اللعيبه كده.
شوف صلاح لما بيخرج متنرفز وطلعه بياخده تحت باطه لما يعني بلام من اللعيبه حواليه، فعشان كده بياخد البطوله او هياخدها السنه دي كمان. طب بالنسبة بقى الكلام على الدوري الانجليزي، ناس كلها الفتره دي مركزه قوي مع ليفربول وصلاح، عشان صلاح طبعا عشان صلاح وتصريحاته الاخيره اللي هو شكله كده متضايق كابتن في ليفربول. بس هو لا صلاح عاوز يمشي، عاوز يروح يا ريال مدريد، يا عاوز يروح برشلونه بس غالبا ريال مدريد. بس انا التقارير الاسبانيه بتقول كده. انا كلاعب كوره وكمحب لصلاح اتمنى انه يقعد في ليفربول زي ما هو. ليه بقى؟ لو راح الارسنال، لو راح ريال مدريد هناك في نجوم. هو هنا نمره واحد في ليفربول، يعني هو هنقول مثلا رايح برشلونه في ميسي عشان محمد صلاح ماشي، برشلونه دي نجومه او ميسي نجمه، وانت عندك بنزينة دلوقتي ماشي هايل. مش بحسه يا كابتن. لا هو ماشي، لا عشان روناردو مشي وماشي كويس. يعني صلاح ولا بنزيما؟ لا صلاح. طيب لا، ولما اقول لك صلاح النهارده مع اختلاف المراكز طبعا. لا لا لا، انا بتكلم فكره النجوميه، مين هيبقى نجم الفريق. حتى في الاسماء صلاح نمره ثلاثه، لما تحط الراندو ولا تحط ميسي ومعاهم صلاح بالظبط، ما تحطش اي حاجه ثانيه. بالظبط، بنتكلم على افضل لعيبه في العالم طبعا، واحد من افضل ثلاثه. صلاح محطوط من احسن لعيب، من احسن 100 موجودين في العالم، فنمره 10 هو او 11 تقريبا، فده فخر لينا كلنا. فانا اتمنى انه يكمل في ليفربول، وهم عرضوا انه عاد يصلحوا له عقده. واتمنى انه يقعد، انا كمحب لصلاح اتمنى انه يقعد. اتمنى عاوز يروح بقى، يروح الريال مدريد ويرجعوا له رونالدو. عايز تشوف صلاح مع رونالدو. انما ميسي هو ياخد الاضواء كلها. ميسي انت ميسي بيبقى سيء وجاب له 3 اجوال صراحة. وبعدين الكوره بتحبه لابعد الحدود، دي حقيقه، يعني تلاقيه في ال 18 بالفتره من عند ربنا. تلاقيه في خط الاريال كده، الواحد بيشوط وتخبط جيله رايقه، يروح عاملها كده جابها جول. وبعد عنده الفاولات بجول، اي فاول بجول لسه بخيره. طيب احنا في الفصل كنت بتكلمني على مواقف عظيمه لنادي الاهلي مع الاسماعيلي سنه 97، احكي لي بقى. في موقف طبعا ما يتنسيش، وده طبعا يعني اتكلم عليه المهندس معين عثمان، وشكر في نادي الاهلي وبالاخص شكر الكابتن صالح سليم. كان 97، كان في نهائي كاس بين الاهلي والزمالك والاهلي والاسماعيلي، والماتش كان بالليل، والمهندس معين عثمان طلب من الكابتن صالح ان الماتش يلعب بالنهار عشان جماهيرنا، والراجل وافق وكسبنا الكاس. النادي الاهلي كنا كسبنا الزمالك بعد الاهلي في البطوله دي، فده موقف ما يتنسيش. يعني عشان كده المهندس معين عثمان دايما نتكلم على الموقف ده. طب وايه تاني غير سنه 97؟ لا في مواقف كتير. يعني في موقف انا عاوزه تسمعها بتاعت رضا. سالتك عليه فعلا. رضا كان نفسه يبقى مساعد في القوات المسلحه. مساعد يعني يبقى صول. عارفه صول يعني ايه؟ يعني كتافه كده بس ما فيهاش نجوم. فما لقاش حد في الاسماعيليه يعمل له الحاجات دي، فجاء نادي الاهلي ومضى مع نادي الاهلي. جابوه نادي الاهلي رجعوه. يعني نادي الاهلي رجعه، يعني نادي الاهلي رجعه اسماعيليه. لا وفي موقف تاني انا حضرته وانا اللي عملته. كان حمزه الجمل، فحمزه الجمل حصل مشكله بينه وباحدى الحكام فتوقف سنه. فصفرناه الامارات يلعب في الشركات، كان يعمل الشركات بدون استغناء وكلام من ده. فنادي الاهلي كان انور سلام مدير فني وصلاح حسني مدير كوره. سافروا له الامارات مدوه. كنت انا بقعد مجلس اداره ايامها في نادي الاسماعيلي، فجيت قابلت الكابتن صالح قال لي كلمتين والله عمري ما هنساهم. قال لي احنا مش هنخسر مدينه جميله وجماهير عظيمه ونادي محترم. فمش هلعب عندكم، مش هناخده، خلاص اعتبروه معاكم. فسبهن، فدي مواقف ما تتنسيش. فلما تحكيها ما فيهاش مجامله، اصل دي ما فيهاش مجامله، انت بتحكي حقيقه. زي ما بقول لك احنا كل واحد عمل فينا جميل احنا بنشكره، يعني لما نقول نادي الاهلي عمل فينا جمال بنشكره، لما نقول الزمالك عمل فينا جمال بنشكره، لما نقول لك الجزيره ادتنا ملاعبها بنشكره، اي حد عمل علينا، استاد القاهره كان المسؤولين عليه لما لعبنا برضه بنشكرهم، اي حد عمل لنا حاجه احنا بنشكره عليها. مين اكتر اللعيبه اللي كانت قريبه لقلبك وقت ما كنت بتلعب؟ بس بلاش اقول لك بتوع نادي الاهلي. انا ماليش خصومه مع اي لعيب، بس انا ليه هنا يعني لو قلت هقول عشان قناه نادي الاهلي ومش عارف بلاش.
لانه ناس عزاز عليا قوي وهم قمم في النادي الاهلي. هم اكيد يحبوا يسمعوا. انا الخطيب طبعا ده نمره واحد يعني. ما انور سلامه كان صاحبي لابعد الحدود. هاني مصطفى ربنا يشفيه. عندك بعد كده مصطفى عبده وعندك مصطفى يونس وعندك اكرام. طب في الاسماعيلي لما كنت بتلعب؟ لا اسماعيلي كل اسماعيلي يعني. ما مين اقرب حد كان ليك؟ كان اقرب واحد ليا سيد حامد وعلي طبعا. وعلي وسيد علي ما كناش بنسيب بعض غير ساعه النوم بس. لان كنا في المنتخبات مع بعض وفي النادي مع بعض. انما سيد حامد كان حبيبي قوي وكان عند السقاف طبعا مع رغم ان السقاف اكبر مننا سنا وكان شحت الله يرحمه. كلهم الله يرحمهم دلوقتي. انما كل نادي اللي كل لعيبه نادي الاسماعيلي. في خلال مسيرتك العظيمه الكبيره دي ايه اكتر لحظه دلوقتي لو سالتك عليها تفتكرها وتبقى فخور بيها ويمكن حاجه تانية تكون ندمت عليها او قرار ندمت عليه؟ لا بصي انا خلينا نبدا بالندم. انا عمري ما ندمت لان اتعرض عليا ان اجي في احسن انديه واتعرض عليا قال لي نادي سانت تيان الفرنسي. كان سانت تيان ده اكبر نادي في فرنسا. فالمهندس عثمان عبد عثمان ما رضيش. انما اكبر حاجه وحاجه اسعدتني اول بطوله خدناها وانا حظي كان كويس انه كل البطولات اللي خدناها كان بالنسبه لي اول حاجه يعني اول حاجه تخش اسماعيليه. يعني لما خدنا بطوله الدوري العام موسم 66 67 وكل البطولات اللي خدناها خدناها من النادي الاهلي. يعني بيبقى طرفنا نادي الاهلي في النهائي. يعني الاهلي الاهلي يعني الاول نبدا بالزمالك نخلص عليه وبعدين نروح نادي الاهلي. فخدنا بطوله الدوري كانت اول بطوله تخش اسماعيليه في تاريخ النادي. لما خدنا بطوله في افريقيا سنه 70 كانت اول بطوله تخش مصر كلها والنادي الاسماعيلي بالذات. وانا في منتخب مصر كان اول بطوله كانت هي بطوله العرب كان مسميناها كاس فلسطين اللي هو البطوله العربيه دلوقتي. اول بطوله ناخدها كنا ما بلعب فيها. من وجهه نظرك مين افضل لاعب في الدوري المصري الفتره اللي فاتت دي سواء الموسم اللي فات او احنا بنتكلم على الموسم؟ لا بصي هم الاجيال. انا بتسال السؤال ده كتير. دي كل الاجيال يعني جيل عبد. لا انا بتكلم حاليا. ما انا لا سيبينا انا هتكلم على الاجيال. شحته ورضا ليهم جيل ومعاهم كابتن صالح سليم طبعا والفناجيلي. دول لهم جيل لوحدهم. ما تقدريش تقول لمين فيهم احسن لعيب. جيل الخطيب وعلى ابو جريشه ما تفرقيش بين مين فيهم. لانه الخطيب جيل ولحق عليه بس في الاخر. بس عينك كده وانت تتفرج على يا كابتن على الماتشات بتبقى حاسس انه الواد ده لعيب جامد قوي. انا بقول لك هم اجيال عشان ما اظلمش حد وما نجاملش حد. هم اجيال هم اجيال. يعني انا الجيل بتاع انا هقول لك الجيل بتاع انا كنت احسن جراد في مصر. بس كان معايا مين بقى لما لعبت؟ كان في شاهين المصري بيلعب بونجراي، مصطفى راد بيلعب بونجراي، فاروق السيد بيلعب بونجراي، اميرو كان بيلعب بونجراي. انما ما كنت وعمر عبد الله كان بيلعب بونجراي. انما الوقت ده ما تقدروش مين احسن بونجراي في, في 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 الحاجات دي. فاهمة يعني. حضرتك بشكر حضرتك جدا يا كابتن سيد بازوخ انك كنت معايا النهارده و بشكرك فعلا على وجودك معانا. شاشه قناه الاهلي بتفرق جدا مع جماهير النادي الاهلي بيحبوك جدا طبعا جماهير الكره المصريه بشكل عام. بص يا ساره احنا ما عندناش خصومه مع اي حد اكيد طبعا. وبعدين واكبر دليل ان حضرتك معانا النهارده وقد ايه جمهور الاهلي نادي الاسماعيلي جداً. نادي الاسماعيلي نادي كبير، نادي الاهلي نادي كبير، ما فيش مشاكل. يعني سيبك انه اي حد بيقول لك في مشكله، انا مش شايف في مشاكل. يعني انا بالعكس انا مش شايف انه في مشاكل. بالعكس انا اتمنى والنادي الاهلي ما جم كابتن صالح الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب جم زارونا في نادي الاسماعيلي ورحبنا بيهم وبيجوا الناشئين بيلعبوا. ما عندناش مشكله هاتيلي واحد من ناشئين النادي الاهلي او نادي الزمالك جسم عليه وتمثل. فانا بشكرك طبعا وكنت سعيد ان انا كنت معاك يا ساره. احنا اكتر طبعا بنشكر حضرتك وبنشكر حضراتكم على المتابعه. الخطوه الجايه هي مباراه الاتحاد السكندري في الدوري، كلنا في ظهر فريقنا وان شاء الله يبقوا ثلاثه بونت او ثلاث نقط او نقط مهمين جدا. شكرا لحضراتكم على المتابعه ويمكن بكره وبعده مفيش برنامج السادسه ولكن هنكون مع حضراتكم ان شاء الله يوم الاثنين هنكون مع حضراتكم او يوم الثلاثاء هنكون مع حضراتكم ان شاء الله. شكرا جدا.